الشطر الاول هو 16 كيلومتر من مدخل مدينه دراعي لغايه موقع المشروع هنا. من ثم ينهي الى حدود ولايه تبسه مع بلجيه وانز. وسيد الوالي، هذا هو الترونسون اللي كان متضرر بزاف من الدريعه وجبانه، هو المصدر بزاف منا اللي شويه كان بلايص مي، هذا كان مصدر يعني ما الناس ما تقدرش دي بلاص. وعلى ما درتوش دي تي بي؟ دي تي بي وي. على ما درتوش لوينيك؟ المينيستير النشاط المينيستير تاعكم هذا. والاخر ما نبربش في ضمن ان شاء الله سنه 2025 كونتينيتي. الشطر الثاني 16 كيلو متر متبقيه مقترحه ضمن سنه 2025 سنين تلقى بلا اي سلام. لكن الشطر المتضرر هو هذا من مدخل الدراع. يعني نحن اليوم تشرفنا بزياره السيد والي الولايه الى مشروع صيانه الطريق الولايه رقم 8، الرابط بين بلديه الدراع وطريق وحدود بلديه الدراع وانزا على مسافه 16 كيلو متر الشطر الاول. يعني مبلغ الاتفاقية 199,834,320 دينار جزائري. المسندة إلى مقاولة الإنجاز بالنصر المسعود، مدة الإنجاز 10 أشهر، تاريخ بدء الأشغال يوم 17/4/2024، توقف الأشغال لمدة 26 يوم بسبب انتظار التأشيرة على اتفاقية المراقبة والمتابعة الخاصة بالمشروع. نسبة تقدم الأشغال الحالية 38%. طبيعة الأشغال يعني تتوزع على أشغال نزع جسم الطريق ديكاسمون مع أشغال الردم، إضافة إلى أشغال الحصن المجروشة وكذا التغطية بالخرسانة الإسفلتية البي بي كوش دور المور وأشغال التطهير والإسناد. يهدف هذا المشروع طبعا إلى تسهيل حركة التنقل بين طريق الولائي رقم 82 وطريق الوطني رقم 16، الذين يعتبران من أحد محور الطرقات الأكثر أهمية على مستوى الولاية. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.